بتأكد منظمة الأغذية والزراعة على أولوية تأمين سلامة الغذاء والحفاظ على صحة العاملين بالقطاع الزراعي. نحن اليوم نتوجه للقيمين على عمليات القطاف والتوضيب والتصنيع بشكل خاص بإرشادات ضرورة للتنظيف والتعقيم لكل ما يتعامل ويلامس الغذاء كالأداة القطاف، الطاولات، الحاويات، الصناديق، المركبات التوصيل الغذاء من الحقل إلى المستهلك أو إلى المصنع. عمليات التنظيف والتعقيم هي ضرورية جدا للحد من انتشار الأمراض المنقولة إلى الغذاء ولزيادة مدة الصلاحية للمنتج الزراعي. خلينا نتكلم على عملية التنظيف. التنظيف هو ضروري لإزالة كل الشوائب والأتربة وفضلات الغذاء الموجودة على الأسطح التي تلامس الغذاء. الفضلات ممكن أن تكون رطبة وتكون مكان لتكاثر الجراثيم والكائنات الحية والفيروسات التي تنقل الأمراض إلى الغذاء. لذلك عملية التنظيف بتكون باستعمال منظفات ومياه صالحة للشرب. ضرورة إزالة كل هذه الشوائب هي تساعد على عملية التقييم لتكون أكثر فعالية وصالحة. المعقم بهذه الطريقة ممكن يقضي على الجراثيم الموجودة على الأسطح بشكل أسرع وفعال أكثر. فإذا بعد عملية التنظيف نقوم بعملية التعقيم. خلال هذه العملية يستعمل المعقمات المقبولة لسلامة الغذاء. ممكن نأمن المعقمات من الصيدليات الزراعية وفق تعليمات وزارة الزراعة أو المرشد الزراعي الموجود في المنطقة عند القيمين على عمليات التنظيف والتعقيم. فإذا يرش المعقم على الأسطح النظيفة ولا نستعمل أي قطعة قماش للتنشيف أو لإزالة المعقم، بل يترك على الأسطح ليجف لوحده وليكون عنده الفترة الضرورية لقتل الجراثيم الموجودة على هذه الأسطح. عمليات التنظيف والتعقيم ضرورية لكل الأدوات، أدوات القطاف، الحاويات، الطاولات، المركبات كما قلنا، والفترات التي يجب أن نقوم بها هي حسب استعمال هذه الأدوات. فإذا إذا كنا نستعمل القطاف يوميا يجب تنظيفه يوميا وتعقيمه يوميا، إذا كنا نستعمل الطاولات كمان يوميا، أما إذا كنا نستعمل الحاويات والصناديق لنقل الخضار أو لنقل المنتج الزراعي فممكن أن ينظف ويعقم خلال أسبوعيا أو حسب الاستعمال. أما المركبات فيجب تعقيمها بشكل منتظم بعد كل عملية نقل، وتتم الغسل والتعقيم من فوق إلى تحت لحتى نتأكد أن كل الشوائب قد أزيلت بالكامل وحتى أنه المعقم يكون إجا على كل الأسطح. وبهيدول العمليتين بيكون نحن بقدر الإمكان قللنا من تكاثر الأمراض وانتشار الفيروسات والكائنات الحية.